ستيفن كينج واحد من أهم الأدباء لروايات الرعب اللي تحولت لأهم الأفلام بالسينما العالمية. الروائي الأمريكي كتب أول رواية ورماها بالقمامة خوفاً من نشرها. قامت زوجته لمتها بلا ما يعرف، أرسلتها لدار نشر وفعلاً تم نشر الرواية. اليوم تخطت مبيعات كينج ل 350 مليون نسخة حول العالم. قدامهم نلاقي بحياتنا أشخاص بيآمنوا فينا، بيوثقوا بقدراتنا، بيشوفوا اللي نحن أهملناه أو خجلنا منه بعين الاحترام، بيفتشوا عن كنوز منملكها لكن ما منعرف قيمتها. قديه مهم نلاقي أشخاص يتمسكوا فينا لما ينفر كتار منا، لما يصيبنا اليأس يكونوا هن السند والقوة، لما يخفت الأمل يكونوا هن النور اللي بيخرق جدار العتمة. دايماً منقول كون سند نفسك، لكن مهما كنت قوي نفسك إلا ما تضعف. من نعم الحياة إنك تلاقي روح، لما تنطفي روحك بتكون هي الشعلة اللي بترجع تنفخ فيها الروح، بسموه حبيب الروح.